لما تكلموا عن حدود 67 يعني هذه حقيقة شيء مذهل مذهل جدا جدا. وين القضية اللي قبل 67؟ كنا نكذب على أنفسنا ولا نكذب على العالم؟ آلاف الشهداء سقطوا قبل 67 من أجل من؟ كيف تقولون أن فلسطين احتلت عام 67 وعودوا إلى حدود 67؟ هي فلسطين الضفة الغربية وقطاع غزة، زين؟ إذا كانت هكذا هذه ما احتلوها الإسرائيليين عام 48، تركوها لكم 20 سنة، لماذا ما عملتوا فيها دولة فلسطينية؟ مش كان قطاع غزة مش كان تبع مصر، والضفة الغربية مش كانت تبع الأردن؟ ما كانت بيدكم 20 سنة تاركينها لكم اليهود من 48 إلى 67، ليش ما عملتوا فيها دولة إذا كانت هذه هي فلسطين؟ وما هو مبرر الحروب والتضحيات والمقاطعات الاقتصادية اللي قبل 67 ضد الإسرائيليين؟ زين، ممكن الإسرائيليين الآن يرفعوا دعوة ضد العرب يطالبوا بالتعويض بالمليارات، أكثر من تريليونات، عن الخسائر التي لحقتهم ما بين 48 و67. أنتم العرب اعترفتوا أن القضية بعد 67، بيقولوا لكم لماذا حاربتونا قبل 67؟ أدفعوا لنا التعويضات هيكم والمقاطعة، ما يسمى بمقاطعة إسرائيل، والخسائر التي لحقت الاقتصادية التي لحقت بالإسرائيليين، روحوا العرب أدفعوا الثمن تاعها، يرفعوا ضدكم دعوة يكسبوها ويقولوا نحن مظلومين وقلنا لكم نحن حمل وديع في وسط ذياب من 48، ونحن نقول له هذا الكلام. والدليل على ذلك ان العرب انفسهم اعترفوا بهذا، اعترفوا ان فلسطين احتلت عام 67 وهم يطالبوا بالعوده لحدود 67 وتنتهي المشكله ويعترف باسرائيل. ليش ما اعترفتوا بها قبل 67؟ لا اله الا الله، والله شيء غير مقبول، شيء ما يصدقش العقل. تقولوا 67 وتعترفوا باسرائيل؟ ممكن يتم احتلال جديد في عام 2008 مثلا اسرائيلي لاراضي عربيه، وبعد سنين حطالبوا انتم بالعوده الى حدود 2008 ونعترف باسرائيل. هذا اللي بيحصل وفقا لهذا، هذا اللي بيحصل. المفاوضات جربناها ومشينا فيها بعيدا، وكانوا اليهود يقولون اجتمعوا معنا مرة واحدة مفاوضات مباشرة حتى نحل المشكلة. هذه كانوا يقولونها في الخمسينيات والستينيات، كانوا يقولون هذه كلام. غير اجتمعوا معنا العرب، أرجوكم غير اجلسوا معنا على طاولة واحدة بس مرة واحدة حتى انتهي المشكلة بيننا وبينكم. وشفتوا شو صار، اجتمعنا معهم 1000 مرة من الصبل داود إلى غاية أنابوليس اللي اسمه اللي انت عمس. مش هاي المفاوضات مررنا عليها؟ اسطبل داود، اوسلو بتاعت اخونا بومازن، طبعا هو يعني بطل اوسلو، والسادات بطل اسطبل داود. لما كانت الجزائر تقاتل كانت التبرعات علنا من المحيط للخليج تمشي للجزائر والمتطوعين ومن سوريا من هنا، والدكتور ابراهيم اخوص ومعه مجموعه ما بعرف نذكر من هذا الاسم، عدوا قاتلوا معجب التحرير الجزائريه، ولا اعتبروا ارهابيين ولا 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 عملوا لسوريا شيء. لما كان القتال في ليبيا ضد الاحتلال الايطالي، العرب يدعموا في المجاهدين الليبيين من كل مكان. واحنا العرب ما احتلينا احد، طبعا ظلما ان احتلينا الاندلس وطردونا منهم، وبعدها ما احتلينا اي بلد احنا عربيه، احنا اللي بلادنا محتله، فلسطين محتله والعراق محتله، وتقولوا الجزر على ذكر الاحتلالات هذه، تقولوا الجزر هذه ليس من مصلحه العرب ان تكون في عداوه بينه وبين ايران، ولا حتى بينه وبين تركيا، ولا كل الامم هذه. مش من مصلحتنا ابدا نحن نساعد ايران علينا. إذا كان في مشكل فعلا في هذه، نقرر في هذا المؤتمر تحويل القضية إلى محكمة العدل الدولية، وهذا هو المكان المناسب لحل إشكال مثل هذا. نقرروا رفع قضية الجزر الإماراتية المتنازع عليها إلى محكمة العدل الدولية،
واي حكم تصدره المحكمه يجب القبول به. مره تقولوا هذه ارض عربيه ومحتله ومره تعال. يعني هذه حاجه شيء مش واضح. بلبله وتستغل لا شك. ما يعني سكان الخليج 80% منهم ايرانيين، والعائلات الحاكمه العربيه الاخرى كلها ايرانيه، الشعب كله ايراني. هذه ورطه موجوده. كيف ايران ما عندكم مش منها مهر؟ يعني قصدي هذا جار والله اخ مسلم، وقال اللي هو مش مصلحتنا احنا تكون ايران عدوتنا ونكون احنا عدوها. شو سبب تدمير العراق وغزو العراق وقتل مليون عراقي؟ وخلاص لقانا الامريكان يجاوبونا على السؤال اللي حائر، لماذا العراق؟ شو سبب بن لادن عراقي؟ ما هو عراقي اللي ضربوا نيويورك عراقيين؟ ما هم عراقيين. اللي ضربوا البنتاغون عراقيين؟ ما هم عراقيين. في اسلحه دمار شامل عند العراق؟ ما عندها. وحتى لو عند العراق اسلحه دمار شامل، اوزبكستان عندها قنبله ذريه، والهند عندها قنبله ذريه، والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وامريكا، ما كل عندها قنابل ذريه. كله بيدمروها؟ كويس؟ فندمر كل الدول اللي عندها سلاح دمار شامل. تجي قوة أجنبية تحتل دولة عربية وتسمق رئيسها واحنا نتفرج عليهم ونضحكوا. وليش ما نحقوا في ماء في شنقة صدام حسين؟ كيف يصير حرب يسمق؟ ورئيس دولة عربية عضو في الجامعة العربية. احنا ما تكلموا عن سياسة صدام حسين والخلافة معاه السياسة، ممكن كنا مختلفين سياسيين معاه، مختلفين حتى مع بعضنا نحن الآن. ما في حاجة تجمعنا أبدا إلا القاعة هذه. ليش ما يكون فيها تحقيق في مقتل صدام حسين؟ قيادة عربية بالكامل تقتل تشنق في المشانق ما نتفرج، لماذا؟ ما ممكن الدور جاي عليكم كلكم. إيه نعم. ليش امريكا قاتلت مع صدام حسين ضد الخميني؟ كان صديقها. تشيني كان صديق لصدام حسين. رامسفيلدي كان وزير دفاع الامريكا لما كان يدمره في العراق، صديق حميم لصدام حسين، واخيرا باعوه وشنقوه. حتى انتم اصدقاء امريكا، نحن اصدقاء امريكا، بلاش اقول انتم، نحن اصدقاء امريكا كلنا، قد توافق امريكا على شنقنا في يوم ما. الأخ عمر موسى عنده فكرة متحمس له وبرنامج ذكره حتى الآن أو ذكره في تقريره، إن العرب من حقهم أن يستخدموا الذرة لأغراض سلمية، ويجب يكون في برنامج عربي نووي. هذا من حقهم، من حقهم حتى البرنامج النووي غير ذلك، لكن الله غالب. لكن منهم عمر، منهم العرب اللي تقول لي يعملوا برنامج نووي واحد؟ منهم العرب. احنا شو للاسف الشديد احنا اعداء لبعضنا، احنا شو كلنا نكره بعضنا ونتخاصم مع بعضنا ونكيد لبعضنا ونشمت في بعضنا ونتآمر على بعضنا. احنا مخابراتنا التآمر على بعضنا، ما تحمي فينا من العدو. نحن عدو لبعضنا، وعدو العربي صديق للعربي الآخر. ويا ريت هالشد اللي استخدموا فيها وهالحدية ضد بعضنا استخدموها ضد العدو. نحن نجتمع في سوريا بل العربي. العلاقة بين سوريا وروسيا ممكن والله إيران وإلى تركيا أفضل ألف مرة من العلاقة بين سوريا وبين جيرانها العرب. العلاقة بين ليبيا وإيطاليا أفضل ألف مرة من العلاقة بين ليبيا ومصر ولا تونس جيراننا. هذه حالة العرب. أشكر الأخ العقيد معمر القذافي على هذه الكلمة الصريحة والواضحة.